بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها آمين. سلام لكل أولادنا وبناتنا والناس الكبيرة طبعا اللي بيتابعنا. ده حاجة بصراحة فرحتني جدا إن سمعت في ناس كبيرة يعني مش صغيرين تبع مدرسة الشمامسة، يعني أولياء الأمور من الآخر يعني كده بيحفظوا معانا. دي حاجة بصراحة حاجة تفرحنا وحاجة تفرح الكنيسة كلها. تمام، احنا النهاردة نحفظ مع بعضينا مراد الإبراكسيس لعيد القيامة. مراد الإبراكسيس لعيد القيامة يعني ما بيتقالش غير في عيد القيامة، من يوم الأول عيد القيامة يعني من ليلة عيد القيامة إلى اليوم الذي يسبق عيد الصعود، عشان الكلمات بتاعت اللي احنا نحفظها دلوقتي هي خاصة بعيد القيامة. تمام، فاتقال من ليلة عيد القيامة إلى اليوم الذي يسبق عيد الصعود اللي هو اليوم 39، عشان طبعا المسيح صعد في اليوم 40، فالمراد ده بيتقال مدة 39 يوم بس. خلاص، شير مراد الابراكسيس طبعا زي ما احنا عارفين بيتقال بعد الكاسيليكون عربيا وقبل الابراكسيس قبطيا وعربيا. تمام، بس كده، ده اسمه مراد الابراكسيس. مراد الابراكسيس ليه كام نغمه؟ ليه نغمتين، نغمه بتتصلب في صوم يونان والصوم الكبير، والنغمه الثانيه اللي احنا هنحفظ دلوقتي النغمه بتاعتها اللي هي ثابت على مدار السنه، بس في الصوم الكبير بيبقى فيه ايه نغمه ثانيه اللي هي لحن شارق فنوتي، ده مراد الابراكسيس. خلاص نسمع كده، شير يتف أناستاسيس، شير يتف أناستاسيس إتفتون في فول خني اسمه أوت. تاني، شير يتف أناستاسيس، والربع ده هنسمعه في رباع الناقوس، الربع التاني في رباع الناقوس عشان مركزين إن في بعض الأرباع في أماكن تانية بس بتتقال بنغمات تانية، يعني موجود في رباع الناقوس بس النغمة بتاعته تتغير تتقال نغمة رباع الناقوس. وخدت الربع بتاع رباع الناقوس عملته مراد الابراكسيس اللي احنا هنحفظه مع بعضنا دلوقتي. شير يتف اناستاسيس ايتف تون في ايفول خني اسمه اوت. كمان مره، شير يتف اناستاسيس ايتف تون في ايفول خني اسمه اوت. الجزء الثاني، شاينت في صوتين ايفول خني النوفي، شاينت في صوتي امون ايفول خني النوفي. اسمع تاني، شير يتف أناستاسيس إتف تون في فول خني اسمه أوت. ده الجزء الأول. الجزء الثاني، شا أنت في صوتي إمون، شا أنت في صوتي إمون إفول خني النوفي. نسمع كده المرد على وزن الشير النمارية اللي حافظ الشير النمارية. نسمع، شير تف أ كمان مرة، شيري تف اهو انا قلت شيري تف لسه ما قلتش ناستاسيس. شيري تف ناستا ناستا ناستا. لما نسمع تاني، يبقى شيري تف ناستا. كم مرة الحتة دي، شيري تف ناستا، وانزل سي اي، أربعة بيردوا على أربعة، سي اي اي إيس. يبقى أربعة وأربعة وواحدة وتلاتة، يبقى كلهم مجموع كلهم 12 بس متقسمين أربعة أربعة واحد تلاتة. سي إي إي إيس. نجيب كلمة شيري تف أناستاسيس، شيري تف أناستا سي اي 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 اس. كمان مرة، شيري تف اناستا سي اي اي اس. قولوا معايا، شيري تف ناستا
سي اي اي اس. هدخل على الواده اطفتو هاديه اطفتو. كام دول؟ ثلاثه. نتخيل بقى الثلاث ايام اللي قعدتهم من المسيح في القبر. اطفتو، كنت زعلان ولا فرحان وهو في القبر؟ زعلانين. اطفتو، او بتنيم اخوك الصغير او بتنيم اختك الصغيره. اطفتو، بعد كده بصحيه. يبقى المسيح بقى قام بعد كام يوم؟ يبقى قعد 3 ايام وقام بعد 3 ايام. اطفتو انف اطفتو انف افو الخني اسموت. نسمع تاني من اول. اطفتونف اطفتو اون فو الخني اي اسمو او اخر مره. اطفتونف ايفول خني اسمه اوت. اطفتو اونف ايفو اول خني اول خني اي اي اس 10. يبقى قول خني في 10. اي اس مو او اوت. نسمع اللحن الجزء الاول كله من المرض براكسيس. وكلمه براكسيس يعني اعمال، يعني البراكسيس ده من سفر اعمال ابائنا الرسل. نسمع كده. شارت اف ا ناستا سي اي اطفتو انف افو الخني اي اسمو اوت. الجزء الثاني بقى شاينت في صوتي امون افو الخني النوفي. شا انت في صوتي شا انت في صوتي زي شارت اف هي شا انت في صوتي امو اللي هم في الواو فيها الأربعة وأربعة واحدة وثلاثة. تاني اهو. شا انت في صوتي امو او 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 بزود واحدة بس. اون عامله زي ايفول اللي فوق. الطفطنف ايفول زي بالظبط فيها خمسه. تمام. نسمع تاني. شا انت خلصت دي. صوتي امو او 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 خلصت لسه. اون كنت هناك كنت بدل او لكن هقول ايه. ايه
هنا زودت واحده. نسمع تاني شو انت في صوتي. شو انت في صوتي اسمروت. تمام، هقولها في الاخر لما اقول اللحن كله على بعض. نسمع كده. الشماس بقى لما يجي يقول الكسر يكون يقول ايه؟ لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يمضي وشهواته معه، اما من يصنع اراده الله فهذا يثبت الى الابد. شرتف ناستا سي اي 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 اس اتفتو او انف ا فو الخني صوتي امو اسمروت الي سوس نم بكيوتن اغا سوس نم بابن مايس اواب جي اكتون كاك صوتي امون ناينا انا قلت هنا ايه؟ جي اكتونك بالجي اكي. تمام، شكرا خالص لمتابعتكم، ونتمنى تكون الحصه افادتكم. سلام.